السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، أنا وليد بحسين. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعلم مع بعض تمارين القفز على الحبل. لدى بعض الناس صورة خاطئة أن تمارين قفز الحبل هي عبارة عن تمارين البنات الصغار، لكن على العكس تماما. يوجد كثير من رياضات الدفاع عن النفس مثل الملاكمة التايلندية، الـMMA، جزء من روتين تمارينهم تمارين القفز على الحبل، لأن تمارين القفز الحبل لها فوائد كثيرة، منها زيادة اللياقة البدنية، زيادة السرعة، زيادة ردة الفعل، بالإضافة إلى التقوية العامة للجسد. من ناحية أخرى، تعتبر تمارين القفز على الحبل من التمارين الرائعة، وذلك لأنها تحرق سعرات حرارية، بالإضافة أنه يمكنك القيام بها في أي مكان، كل ما تحتاجه فقط هو حبل. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعلم مع بعض القفزة الأساسية في القفز على الحبل. أول شيء حبدأ أوريكم طريقة القفزة الأساسية، ثم بعد ذلك سوف أشرحها بالتفصيل. هذه القفزة الأساسية في القفز على الحبل. إذا لم يسبق لك أن تقفز على الحبل في السابق، بإمكانك أن تفعل هذه القفزة بطريقة أخرى. أول شيء لازم نعرف كيفية اختيار طول الحبل. فعشان نختار طول الحبل ونعرف انه هذا الحبل مناسب، نمسك طرفي الحبل، بنضغط على الحبل بالقدم، ثم بنمسك بطرفي الحبل. في حالة طرفي الحبل وصل الى الصدر او اعلى قليلا او اقل قليلا، معناه ان الطول مناسب للحبل. هناك انواع كثيرة للحبل، قد يختلف السمك، وبعض أنواع الحبال قد تكون ثقيلة نسبيا مقارنة بالأخرى، لكن بالنسبة لي أنا أفضل هذا النوع، خفيف سهل الحمل، يمكنك أخذه في أي مكان. الآن حنبدأ نتعلم مع بعض كيف طريقة قفز الحبل. إذا لم يسبق لك القفز بالطريقة السابقة، الآن بإمكانك القفز بهذه الطريقة. ثني الحبل ثم مسكه من الطرف، هذه الطريقة. الكوع يكون قريب من الخصر، ثم أبدأ أحرك الحبل بطريقة دائرية بهذه الطريقة. لو تلاحظوا معايا، أنا بحرك فقط رسغ اليد، ما بحرك الذراع كاملة بهذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة، وإنما الكوع إلى الجسد وأحرك الرسغ بهذه الطريقة. نبدأ نحرك بهذه الطريقة عدة مرات. الآن هنحرك بطريقة دورانية، ثم القفز إلى الأعلى. نبدأ مع بعض إلى الأعلى، ثم بنسحب الحبل ثم القفز بهذه الطريقة، ثم القفز ثم القفز، نسحب القفز للأعلى القفز. الآن
ممكن نسويها أسرع شوية. ممكن أسرع الآن؟ الآن نسوي الجهة الأخرى. نبدأ ببطء أول شيء، الكوع يلامس الخصر أو قريب من الخصر بهذه الطريقة بحيث إلى الداخل، ثم نحرك الرسغ بطريقة دائرية. بطريقة دائرية ثم نقفز حركة بطيئة في البداية، نسحب نقفز اوكي. الآن حيكون أسرع شوية، تتقن هذه الحركة بإمكانك الانتقال إلى الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها اللي هو القفز بالقدمين. قبل ما ننتقل إلى القفز الأساسية بالقدمين، نحتاج نعرف ليه بعض الناس لا يستطيعوا القفز على الحبل، لأنهم بيتبعوا بعض الأساليب الخاطئة. بعض الأساليب الخاطئة منها عندما الكوع يكون إلى الخارج بهذه الطريقة. فهنشوف الآن، حقفز بحيث إنه الكوع يكون الخارج بهذه الطريقة. حتكون عملية صعبة شوية، وفي نفس الوقت الحبل حيقصر، لذلك هذا تعتبر صعبة القفز بهذه الطريقة. الطريقة الثانية إنه نط الحبل هو عبارة عن حركتين. الحركة الأولى إنه الحبل من أعلى الرأس يتجه ثم الأسفل، ثم بعد ملامسة الأرض بسحب الحبل ثم القفز. هذه الحركة الثانية. شوف مع بعض، الحركة الأولى الحبل فوق الرأس إلى الأعلى، بعد ملامسة الأرض بسحب الحبل تجاهي ثم القفز. هذه الحركة الثانية. فالبعض بيعملها حركة واحدة، إنه القفز ورفع الحبل في نفس الوقت بهذه الطريقة. بيرفع الحبل الأعلى وبيقفز في نفس الوقت. بيرفع الحبل وبيقفزه. اوكي، الان حنبدا نسويها مع بعض. الكوعين الى الداخل قريبه من الخصر، ححرك الرسغ بطريقه دائريه وحبدا اقفز ببطء. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. الآن ممكن أسرع شوية.
إذا أتقنت هذه القفزة بإمكانك زيادة السرعة، وعندما تزيد السرعة فقط بحرك الرأس بطريقة أسرع وبأقفز أسرع. بهذه الطريقة تمرين القفز على الحبل بيحتاج شوية ممارسة، مثل أي تمرين أو آخر أو أي شيء عموما في الحياة بيحتاج إلى ممارسة. لكي تتقن القفز على الحبل تحتاج أن تمارس أكثر. شكرا لكم على المتابعة. إذا لديكم أي استفسار على هذا الفيديو بإمكانك كتابة أسئلتكم أو استفساراتكم في الأسفل. شكرا لكم، ألقاكم إن شاء الله في فيديو آخر. مع السلامة.